أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها الإنسان، اعلم بأن الله جل وعلا غني عن عبادتك وعن طاعتك، واعلم بأنك إن اغتررت بحلم الله وكرمه فغفلت عن طاعته وعبادته وذكره، فاعلم أن لله عبادا لا يغفلون عن ذكره وطاعته، ليس من الإنس والجن فحسب، بل أيضا من الحشرات. هذه الحشرة مستقبلة القبلة في بيت الله، رافعة يديها تدعو. فمن كان في غفلة من أمره فليتفطن لعمره، فما هذه الحشرة بأفطن منا من عبادتها لربها؟